هنعود مرة أخرى مع حضراتكم لاستاد المقاولون العرب ولقاء أجراه زميلنا محمود بدراوي مع صاحب واحد من هدفي اليوم نجم فريق المقاولون العرب محمد سمير. عادي مشاهدي اون سبورت في كل مكان يسعدنا ان يكون معنا الان واحد من عرسان اللقاء طبعا محمد سمير. محمد برحب بيك الاول على شاشه اون سبورت، الف مبروك النهارده على الفوز، يعني ثلاث نقاط مهمه جدا قدرتوا طبعا تطوا صفحه مباراه الاهلي ورجعتوا بثلاث نقاط وحافظتوا على المركز الثاني، شفت النهارده المباراه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكر ربنا وبشكر زمايلي النهارده واللعيبه كلها كانت رجاله والحمد لله ماتش مهم جدا زي ما انت بتقول. الحمد لله قدرنا نتخطى الهزيمه اللي احنا تعرضنا ليها الاسبوع اللي فات قدام النادي الاهلي الى حد ما، الحمد لله عملنا ماتش كبير برده الى حد ما قدام النادي الاهلي، كان نفسنا نعمل نتيجه ايجابيه بس قدر الله ما شاء فعل. النهارده كان ماتش طبعا صعب جدا، اكيد فرقه طنطا فرقة مميزة وبيعملوا نتائج وماتشات كويسة الفترة الأخيرة، فأكيد كنا عاملين حسابهم طبعا. ماتش صعب زي ما بقول لك، الماتشات كلها صعبة، احنا بنسعى الهدف وعندنا طموح السنة دي اللي احنا إن شاء الله نقدم نادي المقاولين إن شاء الله السنة دي يعمل موسم كويس ونفنش إن شاء الله في المربع بإذن الله يا رب. يعني ماركة مسجلة في معظم ماتشات نادي المقاولين العرب منذ انضمامك طبعا أكثر من سنة، شايفين محمد سمير فعلا بيحرز من الضربات الثابتة، سر التألق وهل كنت قاصد النهاردة إن هي تتلعب في الجول ولا كنت بترفعها؟ والله طبعا الحمد لله كل ده بيبقى توفيق من ربنا، يمكن الحمد لله من السنة اللي فاتت الأمور ماشية معايا بشكل كويس وأكيد بشتغل عليها في التمرين كتير والجول النهاردة يعني أنا بحاول أعملها في اتجاه الجول، لو حد لمس تبقى صعبة بالنسبة للجول، الحمد لله عملتها السنة دي مرتين النهاردة قدام النادي الإسماعيلي، بقدر إلى حد ما أستغل المهارة دي وأقدر أساعد زمايلي إن احنا نحقق ثلاث نقط مهمين زي ما أنت قلت مهمين جدا في مشوارنا إن شاء الله.